السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين يا رب، بخير بصحة وأحسن حال يا رب. معكم أخوكم محمد أبو كلبش، رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة حاكم مقال الألعاب الجزء الثاني. على طلبكم ربي يسعدكم على الدعم المقدم على المقطع اللي راح، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. والله ما توقعت بيجي دعم زي كذا على السلسلة هذه، فأنا بالحالة هذه تحمست يعني أنزل لكم مقطع ثاني ثالث ورابع. المقطع اللي راح يا جماعة الخير من سلسلة محاكي مقال الألعاب جاء 655 تعليق، كلكم فتوني، كل التعليقات ترى شفتها. اللي قال لا حد طلع ما دفع اضربه بالعصا يا فاغر، واللي يقول طور الأجهزة وارفع السعر، واللي يقول ادفع 100 دولار لشحاب عشان يوديك البيتكوين وساعدك، ابشروا معلي الشباب ايش اسوي، عاد انا توني جديد فعلى الاشياء انتم تعرفون اكثر مني، انا ما اعرف. اليوم باذن الله نبدا مقطعنا هذا اليوم راجي من الله تعالى، الله يرزقنا من واسع فضله. اجت والله في اللحظه هذه انا اجت صعوبه في الكلام بسبب التقويم، ليش ركبت تقويم ارتطم فكي. يا جماعه خير، قبل ما نبدا مقطعنا هذا اليوم زر اللايك، اقسم بالله العظيم انه اكبر دعم جدا محفز، ضغطكم عليه ان شاء الله بيزيدنا استمرار ويزيدنا تحقيق لرغباتكم لفداكم ويطول بعمركم. لا تنسى اللايك والاشتراك، اقول بسم الله ونبدا مقطعنا لهذا اليوم. هذا حسابي بسناب شات شباب، تابعوني، الله يسعدكم، تابعتوني سويتوا لايك شكرا، الله انكم محازم. طيب نقول بسم الله وبركة الله، معنا يا جماعه الخير ما يقارب 1400 دولار. طبعا يا جماعه الخير في اشياء كثير، يعني مو اشياء كثير، اشياء بسيطه سويتها خلف الكواليس عشان ايش، نريحكم من المقطع، ما يكون عشان نكون جاهزين يعني من الاخر. لازم نبدا صباحنا بارقيله. ما بيضيعني الا الرقيله ذي، والله العظيم انا جدا جدا مبسوط من العاب المحاكي هذه واستمتع وانا العبها لاني صدق ايش فيها اللحظه. بسم الله وعلى بركه الله نبدا صباحنا هذا اليوم. ليش تركض عليه؟ اقنعني يلا. طيب اقول بسم الله وبركه الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، وش النظافه والترتيب والدلع والحركات. طبعا شلنا يا جماعه الخير جهاز الجيم بلاي اللي كان على الجدار اليمين وحطيناه على الكرسي. يا ابن الذين، يا ابن الذين، ايش تبغى انت؟ ايش تبغى؟ لا واحد ما يقدر يشرح، الله يقدر. نظفنا المحل اخر مره وزبطنا المظابيط، الحين بسم الله وعلى بركه الله نشغل النور حلو ونشغل الاضاءات من هنا. يا سلام، بالشكل هذا المحل صار جدا مغري، ولو واحد وده يجي يلعب. اللي سويته يا جماعه الخير ان شاء الله محل ابو شيء، شريت القليل من الالعاب في الستيم، شوي مو كثير، شوي يعني مو كثير، 9-10 العاب ما ادري والله كم. شفت كومنت، الله يسعدكم ترى والله اتابع الكومنتات اول باول، واحد يقول لي محمد ترى كل ما كثرت العابك كل ما زادت فرصه ان الناس يجون يلعبون عندك في الكافي، فشريت نص الالعاب اللي في ستيم. اول شيء نضبط المكيف، نحط درجه حراره 20 زي ما قال هذاك، ترى اسمع كلامكم، اسمعوا كلامي وسووا لايك. يا جماعه الخير انا اشتريت في ار ونكبت فيها الصدق، والله العظيم ما حد استخدمها ولا قاعد اشوف اي فرق حتى في المبالغ، ما زاد منها ولا شيء، شكلي بروح اعرضها للبيع عند محل المكان ما شريتها. طيب بالله اشتري هذه 195، البي سي بكم ذا؟ 116. لازم الواحد يا جماعة الخير يكون جدا ذكي. هلا بالعيال حلوين. ها في امك خلت، في امك خلت نفسك مجنون يعني ابنك كله. لا تسوي نفسك مجنون، والله سوقك بالعجلة ترى. تمام يا جماعة الخير، راس مالي كله الحين 1674 دولار. ترى انا بي سي ينقصنا الحين ماوس، بشتري هذه كلها من زمزم، اشتري نفس الاغراض البي سي ذا، نقول بسم الله على بركة الله. زي ما قلنا يا جماعة الخير احنا طلعنا من، طيب نجي عند زمزور، يبغى لنا الحين كرسي هذا ب 76 دولار، والله مرة غالي، بس بنشتري، نشتري برضو ماوس ونشتري كيبورد، يمكن البي سي الجديد بيكلفنا قرابة 400 دولار 350 دولار. مع اغراض الكرسي كوش، تذكروا انه ما هي خساره ذي، ها بنطلع قيمتها ان شاء الله على طول. وصل 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 طرش حلوة، اوح والله مره غالي الطاولات، لازم الواحد يخسر شوي بالبدايه لازم. وصل ايوه على بالعيال، اي والله انغشيت يا عيال، والله انغشيت اقلع فضي، والله انسرقت 300 دولار. والله او ايش اسوي ذا الحين، انا كل ما جيت بس اسوي شيء جهاز يفجر الله يقلعه. طلعت هذه بس من طاوله البي ار، انا قاعد اقعد اشتري اشياء ما ادري وشي، والله اني كبت نفسي يا عيال. نحط الكيبورد هذا هنا، يمكن الزبون يحتاج الكيبوردين، انا شريعه شيء كذا يا شباب. يبغالي ذي، طيب نشتري النظاره يا خالد، ممتاز. باقي اخر مسكه لليد بشتريها عن طريق زمزور لانه في الموقع حق الادوات المستخدمه مش موجود، حلو؟ اشتري خلاص، اشتر اشتر، ادفع عند قدك، دافع دافع. بس والله العظيم لو يجون الزباين ما يدفعوا، هذا علم ثاني بيصير. خلونا يا جماعه الخير الحين نرفع اسعارنا في المحل عشان نبدا نعوض، كل التقييم سيء. هلا بالعيال. حلو الحين يجون زباين الفي ار، كذا الفي ار عندنا اكتمل، النظارات، مسكه اليد والجهاز. حبيبنا نورتنا حبيبي، يا عمي انت جابك تلعب، ايش جابك؟ روح موت انت. يا ابن الذين قاعدة تلعب، كيف مبسوطة؟ كيف؟ حلو الكافي صح؟ والله شوف في زحمة، والله لا نزل جهاز رابع. ودي اروح انقز واشتري من ال لا 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 واروح هنا انزل لي الجهاز الثالث. خلاص كأني قاعد اشوف المشروع قاعد يكبر، كل ما يكبر اكثر. 116 جميل. الحين يا جماعة الخير بخش زمزور ونزل لنا طاولة.
يا سلام سلم حلوي. شباب لا تشرهون على الطاولة والألوان والخبصة والخبيث دايم. هذه هي بداية اي هاي مضيع انت ولا تسوين كذا عشان ما تدفعين؟ صح انا عارف حركاتك يا بنت الذين. كيف الحين تحط الكيبورد هنا؟ هذا الكرسي مكان هنا. هلا بالعيال. ننظف المحل شوي. والله اكثر شيء متعب التنظيف. يا ابن الذين على ابو شكلك يا كلب يا بعوص. هلا هلا وسهلا تو منور الكافي. والله انا اخذ. يا سلام يا شباب في واحد قال لي روح حط هذا 100 دولار يدلك على مكان البيتكوين. ماني عارف ايش بالضبط لكن نسويها. ما احنا خسرنا شيء. 100 دولار ولا شيء. ننظف المحل بس تاخذ الامور كلها مضبوطه. انا في الحب بسرعه نرجع زين. هذا شحاد السكران ما ادري. بسم الله عبرك. هذا اللي يقول انا اعرف عنك كل شيء وان انت عندك كافي وانا ادلك على مكان البيتكوين. خلينا نشوف. حلو يقول تايم معي يا 500 دولار بس. انا الرسمالي كني انا كل رسمالي اصلا 500 دولار حطيتها. خلنا نشوف نزب من امه في الكافي الحين. من اتوقع لو الشرطه شافوها علي بالحرام اللي يبونا ذني وذني مربع. ها كيف شغلها؟ وانا زب من امه هذه لا تنسرق. هل اشتري؟ اوكي اوكي لازم اشتري الطاوله ذي ب 650 دولار عشان اصف عليها اجهزه توليد البيتكوين زي كذا بالشكل هذا تشوفون. هذه ب 650 دولار يبغى لي 2000 3000 الله لا اجمعها والله اطلع اليوم. الحين عندنا 733 دولار. ها؟ الريحة خايسة مالي. معلش من الزبون جاء طقع. كيف الحين مبسوطة؟ خلنا نقبل الطلب. بحكم ان الحين يا جماعة الخير معنا 800 دولار بروح اشتري الجهاز حق توليد او تعدين البيتكوين. هلا بالعيال. هلا بالعيال. يا سلام سلم. احيي الحوسة، احيي الحوسة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا سلام الحين نجرب نشيل البيتكوين ونحطه هنا. اف. ليه ما اشتغل؟ اوكي ذا كود انترنت واز نوت فاوند. اوكي لازم افتح. انا عرفت عرفت وين القاه. هذا هو هذا هو. يا سلام حملنا تطبيق يا جماعه الخير. حلو هذا هو. توقع هذا هو التطبيق. هذا الكود يا شباب تشوفونه ار اف واي 8. نحطه الحين في جهاز التعدين. ار اف واي 8 اس اف. اشتغل والله انه اشتغل يا عيال. اهلا بالعيال. طبعا هذا الجهاز اللي يقعد شغال ويولد لي بيتكوين. انا ودي اعرف كم سعر البيتكوين. طلع الحين نطلع ابوه بعد يقلب البجاح حاطين جهاز التعدين في وسط المحل. شكراً الله يسعدك. كيف نعرف اسعار البيتكوين؟ الله اعلم. لكن هنا ايوه البيتكوين سعره 34000 دولار يا عيال. اذا الجهاز هذا ولد لي حبه بيتكوين بطلع 34000 دولار من شخص فقير جدا كل ما يملك 530 دولار الى واحد عنده 34000 دولار. يا حلم الايام الشداد. ايه ابغى حبه بيتكوين بس والله ماني طماع والله. اتوقع الحين احنا في وقت متاخر من الليل فالزباين ما بيجون هذا الوقت فنقفل محلنا ونفلح للبيت. نرقد والصباح رباح. هذا الشيء في البال ان شاء الله. دقيقه الكافي مغلق. لازم تصحين. تمام عندنا الحين 491 دولار باقي لنا 9 دولار ونشتري الجهاز الثاني حق التعدين ونرصه هنا جنب بعض نحط. بس نبغى اي زبون هنا يجي يشتري يسوي شيء. عندنا 2 زباين. يا سلام ايوه هلا بالعيال. هلا قاعد اشوف المشروع كل ماله يكبر. يسعد ام الفلاشه. طيب الحين بحكم ان عندنا يا جماعه خير 520 دولار بنقدر نشتري جهاز تعدين ثاني ونقدر نطلع حبه البيتكوين هذه باسرع وقت ممكن. هلا بالعيال ايوه هذا الكلام اللي بلا مشروع بلا هم. اجهزه التعدين والامور طيبه تمام. يلا فلح. الله يعاونك. كنت اتكلم من زمان وانا ما عندي صوت. طيب يا جماعة الخير صارت عندي مشكلة وأنا أتكلم بالغلط حطيت ميوت وما عاد صار يطلع صوتي بس هي مشكلة. المهم يا جماعة الخير الآن صار معنا 4 أجهزة تعديل بيتكوين بالإضافة إلى الجهاز الكبير هذا المذر بورد. نشغل الكهرباء. كل ما زدنا عدد هذه الأجهزة كل ما زادت فرصة أن نجيب حبة بيتكوين وحبة البيتكوين تسوى قرابة 34000 دولار. يعني فلوس من الآخر فلوس. البسي انسرق. يا عيال وش الحالة هذه اللي انا فيها؟ ها وش الحالة ذي بالله؟ كل شوي انسرق. لا ابوك لا ابو ابوك من كفي. اجل بنعتمد على البيتكوين. المهم يا جماعة الخير كل اتماني ان هذا المقطع نال اعجابكم ولا تحرمونا يا جماعة الخير وتنسون اللايك والاشتراك واكتبوا لي يا جماعة الخير اقتراحاتكم كلها بالكومنت لاني ترى مطلع على جميع تعليقاتكم. المهم والله يسعدكم يا رب يعطيكم الف عافية ونشوفكم في المقطع الجاي. السلام عليكم.